وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه سيؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا والله على ما نقول وكيل وقبلنا بونا شبنا شبنا شافر مشينا وقبلنا مشينا عبد الله قلنا قلنا شافر مشينا وقبلنا من الناس يا عبد الله فزل إسنا شافر مشينا وقبلنا سوق الله مشينا شاف حمل عظيم العقل شافر مشينا وقبلنا من القطب العرب إلى من الشيخ شافر قبلنا شافر مشينا الله 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 حق سلكا الله 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 حق الله الله حق الله حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته ولبيته الكرام ثم الى روح اجمع امير المرسلين فلما شرعهم الى امهات المؤمنين ولبيت الرسول ذريه الرسول ولارواح جميع الخلفاء الراشدين ولارواح جميع ائمه الانبياء المجتهدين ولارواح جميع مشايخنا من السلسله الطريقه النقشبنديه العليه وصلى الامام الطريق وقد تلقى الشيخ والمشايخ محمد بن حسن البخاري وشهد له خالق الجنان وشهد الله فيزا للاستاني وسلطان الله الشيخ محمد نعوذ بالله حقاني والقد بالعرض الى من الشيخ من قبل الاستاذ والساده والساده المصدقين الفاتحه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين nanti ucapkan qabiltu bayatukum qabiltu ucapkan qabiltu bayatukum qabiltu bayatukum bayatukum qabiltu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran aminan alhamdulillahi wa bihi nasta'in mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdhina biha jami'al hajat wa tuhdhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ila ba'd ad-darajat wa tubarrikuna biha sawayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd al-mawt اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الرحمة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن القصر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن القدرة إلى الاجتهاد ومن الخوف إلى الأمان ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن القصر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على دين الإسلام بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المبدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الموهبة الله نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق ولمحابك من الأعمال وصدق التوكل بك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك
إلى هنا يا لطيف يا رزاق يا ولي الوهاب، نسألك العفو لديك واستغراقا فيك ولطفا شاملا لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في مال ولقيم وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا قصر إليك سميع قريب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الحيين والأموات. اللهم اهلك اعداءنا واعداء المسلمين واهلك الذين مكروا بالاندونيسيا وشدد شملهم وفرج جمهم وقلل تدبيرهم وابدل احوالهم وقرب بنيانهم وقصر عمرهم وزلزل اقدامهم وقرب اجلهم وسقي بابدانهم وخذ مكنا عزيزا مقدرا يا رحم الراحمين. اللهم انصر لنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واخذل اعداءنا كلنا كبيرا ودمرهم تدبيرا. اللهم انصرنا وانصر اخواننا من المسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر امامنا امام المسلمين وانصر اولياء الله انك على كل شيء قدير يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد. حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى نهضة العلماء ومشايخنا وجمعيتنا وجماعتنا وعلى المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد نبي امي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. مهما كان ذنبك والله الموفق لقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.